إذا ولله الحمد وصلنا بخير وعلى خير لمدينة دوسلدورف الألمانية رفقة مجموعة نهضة بروكسل. سيدي مرحبا بكم، على سلامتكم. إذا على بركة الله ندوزو هذا اليوم رفقة الأصدقاء في مقابلة حبية. بسم الله يلا بسم الله خوتي. إذا سي جعفر، حنا جينا لعندك هنا لألمانيا، كلمة في حق الوجود ديال الإخوان النهضة. نعملوها مع الثورة عبد الحق، مع الثورة نعملوها إن شاء الله. إن شاء الله. مرحبا بكم أخي عبد الصمد، وحنا فرحانين بوجودكم معنا، وإن شاء الله يديكم نهار كبير ونهار منور بكم. إن شاء الله. المباراة. راعية إن شاء الله. شيقة. شيقة إن شاء الله. إذا لما خدينا المجموعة ناخذ كذلك الكاتب العام لفريق نهضة بروكسل السيد عدنان درويش، اللي صراحة إذا نجح الفريق فاعلم أن وراءه رجل يشتغل في الخفاء ويقوم بدوره كما ينبغي. الفوز ديال الفريق نهضة بروكسل هذه السنة بالبطولة، نعرفوا ان الفريق وسي اسماعيل الغزابري الفريق اللي هو موجود هنا بدوسلدورف، انا سي عدنان درويش اللي غادي يحكي لنا يعني ربما المجيء ديالو الى دوسلدورف، في اي اطار تدخل هذه الرحله سي عدنان؟ اخ صمد السلام عليكم، هذا شرف لي باش نتواجد هنايا معكم في مدينه دوسلدورف. الدعوه كانت من الاخ والصديق جعفر اللي هو عنده نادي هنايا في دوسلدورف، وقدمنا الدعوه باش نجيو نلعبوا مع واحد المقابله حبيه، وديك الشيء اللي تاثرنا وجينا مع اللاعبين ديالنا وكلنا حماس، والجو تبارك الله مشمس، يا جو ديال كرة القدم. اخي عدنان، هذه السنه فزتم بالبطوله، لمن يرجع الفضل؟ واش مكتب المسير؟ واش سي اسماعيل الغزابري مدرب الفريق؟ واش اللاعبين؟ هو في الحقيقه مجهودات دارت مجهودات لهذا العام هذا، حيتاش العام اللي فات خرجنا خاويين للوفاض، ما ربحنا والو ولعبنا نهايه الكاس اللي انهزمنا فيها. هذا العام كان الطموح ديالنا باننا خصنا ندي واحد اللقب، يا اما البطوله يا اما الكاس. عزيمة الرئيس حميد كرامة التوزاني تشيكيتو والاخ اسماعيل واللاعبين هي اللي حفزتنا وعطتنا واحد الدعم، عطت اللاعبين واحد الدعم باش يحققوا هذا الفوز هذا بهذه البطولة هذه. إذا فريق نهضة بروكسل برئاسة السيد أحمد كرامة التوزاني مؤسس الفريق، وهذا الفريق يحمل اسم نهضة، يعني نهضة بروكسل كيرتبط هذا الاسم بنهضة طنجة، أليس ذلك سي عدنان؟ نعم، كان من قدماء لاعبين نهضة طنجة، وواحد اللاعب غني عن التعريف الكل كيعرفوا في طنجة اللي هو تشيكيتو، خدينا هذا الاسم هذا من ديك الفريق ديالو ودرناه في بروكسل، لما لا نحيو الماضي؟ إذا كيقول سي عدنان نحيو الماضي، والماضي الجميل جدا، الزمن الجميل كما نقول. الكلمة ديالك في هذا اليوم 30 ابريل 2017، حنا متواجدون هنا بمدينة دوسلدورف الألمانية، يعني شنو هي الكلمة ديالك
اللي غادي يشاهدونا ولا غادي يشاهدوا هذا الفيديو هذا وهذا الريبورتاج على فريق نهضة بروكسل. نهضة بروكسل هو واحد الفريق اللي انشئ عام 1996، الرئيس الغني عن التعريف اللي هو تشيكيتو، كيلعب دائما الادوار الطلائعيه في 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 البطوله ديال لا فيدراسيون ترافاييست. ديما كنلعبوا على المراتب المتقدمه، المراتب الاولى، وديما كنحاولوا نلعبوا نهائيات الكاس ديال هاد. كنحيي جميع المشاهدين اللي كيشاهدونا، ويومكم سعيد من مدينه دوسلدورف، ومعكم عدنان، وشكرا الاخ صمدي على هذا الحوار هذا. الله يجزيك الخير. شكرا سي عدنان. ما تنساش ان الاخ صمدي كان عميدا لفريق نهضه بروكسل اكثر من 12 سنه. هذا لا يخفى على اي احد. شكرا. عاود نهضه بروكسل. شكرا جزيلا اخي عدنان. نتمنى لكم يوم سعيد ان شاء الله. رفقه الزميل ديالنا والصديق ديالنا السيد جعفر من المانيا، يعني هذا يوم تواصلي نحيي فيه الرحيل. شكرا على العلوي مع الاخر أحسن كامبو ديالو، واعر الهامبورغ، واعر كيتشد هذاك كامل. هذاك خوارك هذاك الهامبورغ المدرجة التحتانية كيدخلوا الشاركي الربيع ديالو كيخرج، كيبقى غير تراب كيرشن وكيتشد هو الشاك الواحد اللي الاولاني هو كان الشاك. الشاك هو اللي اسكت اخو عميد فريق نهضة بروكسل لمدة سنين وجاب الكأس كؤوس. كون اننا موجودين هنا في ديار المانيا، حنا قلنا السؤال الاول في 82 عميد المنتخب المانشافت جاوب عليه السي اسامه النايب اللي عنده درايه بالموضوع، عنده درايه بكرة القدم، والاخوان كلهم عندهم درايه. شكون هو العميد ديال المنتخب الالماني في 86 اللي قابلوا المغرب في المكسيكو؟ ماتيوس مولر. لا شبين طالب لا ريعو لا ريعو لا بريم 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 لا بريغل 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 لا ماشي بريم لا بريم بريم رومينيكي لا انا ماشي رومينيكي جواب صحيح رومينيكي نتقوى وسط قال هانز رومينيكي كتعطيني 96 كتعطينا 90 الفوق برافو الشيفور ثلاثة بخطرة تبقاو الزاكي راس فراس وشدان الزاكي تبارك الله على الزاكي اه لطيف يا سلام شي حاجة تسعينات